مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، حرصت وزارة الداخلية على تفعيل خططها الأمنية التي أعدتها لتأمين لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية، وبث الطمأنينة في نفوس موجودة وقايمة بالأمن والأمان ومحافظة على المكان ومحافظة على المرور. حاجة مشرفة وحاجة جميلة جدا. هو بقى السيولة المرورية المطلوبة ومنع التكدسات مع وجود أقوال أمنية لرصد الحالة الأمنية على مدار الساعة. للرعاية، والنهارده كان أول يوم امتحانات لينا، وبشكر وزارة الداخلية على تعاونها معنا. يأتي هذا الإجراء من قبل وزارة الداخلية في إطار اهتمامها بمعايير حقوق الإنسان داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وإتاحة الفرصة للنزلاء في